تعالوا بقى نروح لشكوى. كان عندنا شكوى من محافظة الفيوم، يمكن جات لنا الشكوى دي على صفحة برنامجنا، صفحة نهاية الأسبوع، بخصوص انقطاع مية الري لشهور عن 1500 فدان بمحافظة الفيوم مركز طمية. والغريب بقى ان الاراضي المزروعه، الاراضي دي مزروعه بالفعل، هي ارض زراعيه ومزروعه بعدد من المحاصيل زي الطماطم والبطاطس، وطبعا قطع الميه ادى لبوار الاراضي وموت المحاصيل قبل ميعاد حصادها. دي طبعا يعني مشكله، ولازم يكون في تواصل بين الساده اهالي او اصحاب هذه الارض و السادة المسؤولين بوزارة الري، لأن المنظر الحقيقة صعب جدا ومؤلم جدا لأي مواطن ملهاش، مش ليها علاقة مثلا بأنه صاحب الأرض أو المزارعين، لا يعني المنظر، منظر الأرض وهي بتبور أو المحاصيل وهي بتخرب محاصيلنا وأرضنا وهي بيحصل فيها كده، حاجة تخوف وحاجة يعني مؤلمة، تضايق، مستفزة. في كمان ان يعني ان هم الناس لازم، واحنا عمالين ننادي الناس لازم تحافظ على ارضها، والقياده السياسيه بتامر بتولي ملف الزراعه بشكل كبير جدا والاهتمام بيه وبنوسع الرقعه الزراعيه، وعلى الجانب الاخر بص نلاقي ناس متقاعسه. طب انا معايا الاستاذ احمد احد المزارعين. الو. الو، ايوه استاذ احمد، صباح النور يا فندم. قول لنا كده ايه اللي حصل يا فندم بالظبط، الميه اتقطعت عنكم ازاي؟ بصي يا فندم، الموضوع بمنتهى الاختصار ان احنا جمعيه مشهره من سنه 88، عندنا تخصيص للدوله ب 3000 فدان، فيهم 1550 فدان مشتريينهم من الدوله دافعين حقهم بالكامل، وال 1450 الباقيين بياخدوا مننا حق انتفاع. وجينا من 6 شهور حضرتك ان الري في الفيوم قطعوا عندنا الميه بحجه ان احنا ملناش مقنن مياه. ملناش ايه يا فندم؟ ملكوش ايه؟ ملناش مقنن رسمي مالكوش مقنن يعني رسمي للارض دي؟ ارض مسجله، يعني الكوميديا ان هو ارض مسجله واخدينها من الدوله، وهو كوزاره في الدوله بيقول لي انت ما انا ماليش دعوه بيه، انت ما جيتليش وخدت مني مقنن اللي هو هيديهولي، يعني هو المفروض هو اللي بيديني الورقه بتاعت التقنين دي، هو كهيئه هو اللي بيديني المقنن ده وهو ما اداهوليش، فهو بيقول لي انت مخالف. فقلت له طب انا بقالي 30 سنه بزرع، حضرتك سبتني ليه 30 سنه دي ازرع وجاي النهارده بتقولي ان انا مخالف؟ قال لي انا ماليش دعوه، ده انا بكلم حضرتك على الناس اللي في الفيوم، وكيل الوزاره ومدير الري والمسؤول عن المنطقه بتاعتنا. خلاص، وبعدين احنا حاسين ان الموضوع بقى متاخد بطريقه يعني شخصيه بالنسبه لهم، والناس مطمئنين ان انتوا لازم زرعكم يموت، يعني ده التارجت خلاص بالنسبه لهم، ان انتوا لازم الزرع عندكم يموت. اوكي؟ حضرتك احنا يعني مش عارفين نعمل ايه بالظبط، وفعلا الوضع سيء سيء فوق حضرتك متخيله، مش زرع بس، في زرع وفي حيوانات، انا واحد من الناس كان عندي 75 راس ماشيه مات منهم حوالي 20. اوكي؟ عمالين نروح يمين ونروح شمال، عاوزين حد يساعدنا. احنا حضرتك احنا بنسقي بنزرع، حضرتك احنا مش بناخد الميه بنرميها في الجبل بس، ومعانا ورق ومعانا وكان لينا وقود بان هم يدونا المقدم ده من أوكي. من سنه 92 ومن سنه 2003. طيب يا فندم، استاذ احمد خليك معايا كده معلش دقيقه واحده، انا معايا على الناحيه الثانيه دكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري. دكتور يسري صباح الخير. صباح الخير يا استاذه مها، وصباح الخير على الساده المشاهدين الكرام، وعلى الضيف او على المتصل الكريم الاستاذ احمد، وتحياتي لي بصفه شخصيه. اهلا بسيادتك، طبعا انا بشكرك على انك يعني بتسمع الشكوى كده معانا وبتتواصل معانا، وانا متاكده ان حضرتك ليك راي يعني في اللي حصل ده، احنا كلنا الحقيقه متضايقين من شكل الارض، ويعني يمكن شفنا الصور بتاعتها امبارح على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، فهل هناك حل يا فندم لتسويه هذا الوضع؟ طيب بصي حضرتك يا استاذه مها والاستاذ احمد معانا، عشان نشخص المشكله لابد ان نعرف ابعادها. تمام؟ تمام يا فندم. انا عندي في وزاره الموارد المياه والري بتدير المنظومه بتنقل المياه من خلال نهر النيل، من خلال السد العالي في نهر النيل بمحافظات الصعيد الى محافظات نقول مصر الوسطى، حتى انقل المياه لاخر نقطه في الشبكه في محافظات الدلتا. تمام. كل من هو نقول بيزرع او بيشرب ميه او بيستخدمها في كافه الاستخدامات له حق يجب ان يؤدى اليه. تمام؟ وبناء عليه الارض اللي بيحكي عنها الاستاذ احمد
انا بس يمكن محتاج ان احنا يعني ندرسها شويه، اعرف القصه بتاعتها على اساس هل هي، خلينا نقول تاني حته موضوع مقرره الري ولا مش مقرره الري. مساحه زراعيه في جمهوريه مصر العربيه عشان اطلق لها ميه لابد ان تكون مقرره الري عشان اطلق المياه بالكميات المناسبه وتصل اليها في الوقت المناسب. تمام. قد يحدث ان ياتي بعض الساده المزارعين بمبادره شخصيه منه عايز يزرع حتة أرض قريبة منه، من وجهة نظره إن دي تتزرع ما فيش مشكلة، لكن هو لو خد مية من المية المقررة بيجور على حق أحد الذين يجب أن يصل إليهم مية. خلينا نتكلم بس، إحنا بنشرح القصة ما بنقولش إن حد بعينه، ولا أنا بحكي الحكاية من منظور عام. إذا الوزارة لما تجد هناك عدد من الأراضي ومساحات من الأراضي غير مقررة الري، يعني ايه غير مقررة الري؟ الأراضي المقررة الري داخلة ضمن خطة الدولة، تمام يا فندم؟ بيبقى لها ترخيص بفتحة ري على المجرى المائي على أساس يبقى مقرر المية تطلق في الترع أو في المجاري المائية بمناسيب محددة حتى تصل للزمامات التي تليها اللي بعدها. لو أخذت كم مية من هذا الكم هتؤثر على الزمامات التي بعدها، يبقى احنا بنقول ايه؟ نقنن الوضع بتاعنا، كنا نقنن وضعنا من فترة الثلاثين سنة أو الفترة دي، ولكن هنقول حاجة تانية في محافظة الفيوم بالذات. هناك نماذج الوزارة عملتها مع نقول منتفعين في محافظة الفيوم لترشيد استهلاك المياه. انت عارفة حضرتك الحيازات في مصر مفتتة، حيازات مفتتة جدا، بتلاقي اللي عنده قراط أو قراطين أو 20 سهم أو هذا الكلام، وده بيزرع محصول وتاني بيزرع محصول تاني وهكذا. تنوع هذه المحاصيل مع الحيازات المفتتة بيستهلك مياه أكثر من اللازم، وبناء عليه في تجربة اتعملت في الفيوم جمعت مساحات 120 فدان، 120 فدان تم تجميعهم مع بعض على أساس يتم زرعهم بزراعة محددة بمحصول غير شره للمياه يتوفر منه مية. التجربة دي لو اتعممت بشكلها ده فتنظر الوزارة في جميع ما هو غير مقنن إن شاء الله بإذن الله، وتحاول تدبر له المياه حتى يصبح وضعه مقنن بالشكل المطلوب. الوزارة في طريقها أنها توفي وتلبي احتياجات الجميع، النظر في نقول ده مش الوزارة، الدولة، النظر في كل ما هو غير مقنن في تقنينه سواء كان أراضي خارج الأراضي الزراعية و و و وفي هناك لجان، هناك أعضاء من وزارة الموارد المائية والري مشاركين فيها للنظر في هذا الأمر. لكن إحنا بنقول الأساس ما بين المواطن وما بين الدولة هو القانون. هناك قانون يجب أن نتبعه جميعا، نسير عليه جميعا، بحيث هو الشعرة الفصيلة ما بين الحق والواجب. تطالبني بحق لديك، بحق تطالبني بأن أؤدي واجبي نحوك، لا يجب أن تلتزم بما هو موضوع بالقوانين. أنا مع الأخ أحمد، إحنا هندرس الموضوع، يدرس من خلال القطاع المعني في وزارة الموارد المائية والري، وهياخد اهتمام كبير، لكن بندعو وبنرجو جميع السادة المواطنين عدم التوسع في ذلك، وخاصة ان احنا بصدد مناقشة موضوعات الندرة المائية والتغيرات المناخية اللي حضرتك عارفاها يا استاذة مها. طبعا احنا بنعاني من مية، ثبات الحصة وثبات الموارد. قطاع الزراعة قطاع مهم وكبير جدا ومهم جدا للدولة وفي توفير الامن الغذائي، ولكن يجب ان ننظر لكافة القطاعات المستخدمة المياه. هناك متطلبات لقطاع مياه الشرب، هناك متطلبات للكهرباء، هناك متطلبات للنقل النهري عشان كافة الانشطة النهرية ترجع وتعود بشكل اللائق الذي يليق بالدولة المصرية. احنا ان شاء الله هنبحث موضوع الاستاذ احمد، ويمكن في الوزارة يعني انا مكتبي ان شاء الله مفتوح لي يأتي بكافة الأشياء ويجي ونقعد نشوف الموضوع ونناقشه. يقدر دكتور يسري، ويقدر الأستاذ أحمد يجي لسيادتك إمتى يعني علشان تشوف الأسبوع الجاي؟ الأسبوع الجاي في نص الأسبوع كده بمشيئة الله تعالى يشرفنا ونبحث الموضوع بشكل متكامل. طيب. في ضوء جهود الوزارة موضوع ترشيد المية عشان توفرها للزمامات الغير، نقول هيبقى في زمامات غير مكررة تستوجب توفير المية ليها و الوزارة مع الفلاح قلبا وقالبا وليست ضده، لأن الوزارة يعني 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 معنى الوزارة كالقاضي، وزارة المياه ومدير الري في المية قاضي يا أستاذة مها، بيوصل الحقوق لأصحابها، هو مسؤول والمية في رقبته. فكل صحيح. من هو مدرج على خريطة الرقعة الزراعية بصورة مقننة
له حق في رقبة القاضي، وأيضا إن شاء الله بإذن الله سينظر في كل ما هو غير مقرر. هي طبعا ينظر فيها دي يعني الحقيقة جملة مهمة جدا من سيادتك. إن شاء الله. وأنا أنا بشكرك أولا طبعا إنك سمعتنا دكتور يسري، وإن أنت يعني تواصلت مع الأستاذ أحمد. هي المشكلة اللي احنا دايما بنعرضها بيبقى فيها مواطن ومسؤول، ما بتبقاش خلاف على قد ما هي بتبقى سوء تفاهم أو سوء ترتيب أو في حاجات ناتجة عن عدم التواصل. فأنا ممكن يكون في مشكلة ما زي ما دكتور يسري بيقول عند الأستاذ أحمد أو عند أصحاب هذه الأرض، بس برضو على في نفس الوقت أنا ما أقدرش أسيب برضو الأرض والمحاصيل تموت والماشية تموت ويبقى في خراب بيوت في هذه المشكلة. في نفس الوقت لازم برضو الأستاذ أحمد من جانبه إن هو يحاول يقنن أوضاعه، وده اللي احنا وصلنا له دلوقتي في هذه المداخلة. يا أستاذ أحمد الو، مع حضرتك معاد طبعا سيادتك الاسبوع الجاي دكتور يسري زي ما حضرتك سمعت. انا بشكر الاستاذ يسري على مداخلته طبعا وعلى رده الجميل دوت، واحنا مش معاه قلبا وقالبا، ولكن كل القضيه حضرتك ان الزرع ما بيستناش اجراءاتنا، الزرع والحيوانات لا، ما هو مش هيبقى فيه تطويل في الاجراءات، هو ان شاء الله هيقابل حضرتك في خلال يومين ثلاثه، وباذن الله باذن الله هيتم حل الموقف. يشرفني، ولكن احنا بس طالبين منهم ان هم حتى ويسيبونا ناخد شويه ميه عشان نحافظ على الاقل، يعني في جزء كبير جدا من المزروعات مات. اعتقد ان دي النقطه اللي هتتكلموا فيها في اجتماع حضرتك مع الدكتور يسري. انا بشكرك يا استاذ احمد، استاذ احمد مرسي احد المزارعين صاحب هذه الشكوى، وبشكر جدا كمان الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري، وان شاء الله النتيجه يعني الاسبوع الجاي نشوف نتيجه مهمه لهذا الاجتماع.